مقادير الكيكه. هو البيت بياخد مقدارين كيك، فانا النهارده عامل مقدار كيكه واوريها الناس برضو بتتعمل ازاي. تمام. الكيكه كوبايتين دقيق، كوبايه ونص سكر، تمام، ثلاث بيضات وفانيليا، وثلاث اربع كوبايه لبن. لبن اوكي. ثلاث اربع كوبايات سمنه، سمنه جنه. تمام تمام. وبيكنج باودر. عايزه تحطي ايه الاول؟ تمام. نحط السكر. السكر اتفضلي. عايز تحطي ايه معاه؟ السمنه. السمنه يلا نضربها شويه تبقى تعملي البيض. البيض والفانيليا. عايزه بسرعه كده. حلو. يتضربوا كده يتحركوا مع بعض. تمام. حط دلوقتي بس الدقيق واللبن. تمام. على الخليط بتاع الكيك، واحنا خلينا مع ريم هي هتبتدي تورينا ازاي هتعمل الكيك. بقطع الاول، بقطع الطرق بتاعتها. اوكي. بعد كده هقسمها. ماشي. انا خلصت الكيك دي، بقى احنا خدها نحطها في صينيه مربعه 180 درجه لمده 30 40 دقيقه. اوكي. وعشان نعمل البيت ده عايزين مقدارين. مقدارين. اوكي. هي بتتحط بين الكريمه. أوكي. بين كل طبقه بندهن كريمه بسيطه عشان يمسكوا في بعض. انت هتسويه بقى في الاخر بعد ما تحطيهم في الاخر. يتغطى كله عشان نبتدي بقى نحط الديكوريشن في الاخر. طيب دلوقتي احنا هنحط الاربع طبقات ونحط عليهم منهم كريمه زبده. بالظبط. ثلاث نصاص، واخر نص بنقسمه نصين عشان يعمل القبه بتاعه البيت. طيب يلا. دي بقى اخر طبقه هتعملي فيها آخر ايه؟ اخر طبقه قسمناها نصين. بنشيل حته بس كده من الجناب. اوكي. عشان يقفلوا على بعض. تمام كده. جاهز لها طبق. امسكها لك. انت طريقتك اسهل. انا كنت بنحتها كده. اسهل كتير. وساعات بقى باخد من الكيكه اللي هي دي بحشيها من هنا واغطيها باللي هي الطروف اللي احنا قصدناها. طيب ريم انت غطيتي دلوقتي كل البيت. هتعملي ايه بقى؟ عندنا هنا زينه من غير اسامي ماركات بقى. عندنا شوكولاته صوابع. تمام. تحبي انت تقطعي وانا الزق لك؟ تمام. بنسيب فراغ بينهم عشان نحط شوكولات. عامله بسكوت. بسكوت شاي سادة عادي. وعامله ابيض ومحدده بشوكولاته بني. طيب ده بسكوت الشاي يعني. تمام. بس هي زينته بالشوكولاته البيضاء والشوكولاته العادية، عملتهم كأنهم شبابيك. فكرة حلوة جدا. نحط بقى كنافة هنا. هتحطي بقى كنافة في كل البيت. في كل البيت. طيب خلاص. تمام. ممتاز. احنا كده تبقي خلصتيه.